السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد على قناة الاتصالات تخطي حساب جوجل ومشاكل دائما حساب أو حماية RFB. هذا 2017 كما ترون، وعليه حساب الجيميل كما سوف تشاهدون معي، عليه حساب الجيميل. دائما أأتي لكم بالجديد بدون كابل USB ولا حاسوب. سوف نتخطى حساب جوجل أو حماية RFP، كيف هي الطريقة سوف تتابعون معي إن شاء الله. فقط تابعوا الفيديو لآخر لحظة وسوف تعرفون كيف هي الطريقة وكيف التخطي. ننتظر حتى ادخل كود الواي فاي الخاص بي. حقيقة فهناك طرق عديدة لتخطي حماية RFP، ولكن كل هاتف كما قلت لكم يختلف عن الآخر. فقط عليك البحث وكيف تتخطى حماية RFP. تابعوا معي إن شاء الله، سوف أريكم الطريقة، فالطريقة سهلة إن شاء الله. كما ترون أحبابي في الله، فهذا الهاتف عليه حماية RFP أو حماية جوجل. كيف سوف نتخطى هذه الحماية؟ تابعوا معي على قناة الاتصالات. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. سوف نضغط هنا على زر الهوم 3 ضغطات حتى تنبثق معنا هذه قائمة كامباك، ونعمل هكذا من الفوق إلى الأسفل، ونضغط هنا. ضغطتين. علينا الآن أن نحذف تقنية تايم باك ب3 ضغطات أخرين هكذا كما ترون. ديزاكتيفي. الآن علينا الذهاب إلى هذا الخيار كما ترون. الذهاب هنا، لا عفوا، الذهاب إلى هذا الخيار ونشغل هذا الفيديو. تابعوا معي في الطريقة سهلة كما قلت لكم أحبابي في الله. نضغط هنا على بارتاجي ونذهب إلى قائمة الرسائل، نحذف هذه وندخل هنا أي رقم ونكتب انترنت. انترنت.com